هذا وقد احتفل مطار البحرين الدولي باليوم الوطني 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة في تجديد من العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة. وفي أجواء احتفالية عكست التراث الإماراتي وكرم الضيافة البحرينية، استقبل مطار البحرين الدولي القادمين من دولة الإمارات بأهازيج ترحيبية وهدايا تذكارية، تأكيدا على الروح الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. أكد مطار البحرين الدولي أن الاحتفالية اليوم الوطني لدولة الإمارات تأتي ضمن جهوده لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. أشار المطار إلى دور شركات الطيران الكبرى في تحقيق هذا الترابط، لا سيما شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين وشركات الطيران الإماراتية. أول شيء نحب نشكر مملكة البحرين على ضيافتهم واستقبالهم، وهذا شيء أبدا مو غريب على الشعب البحريني. وطبعا نحن الخليج كله واحد، ونحن البحرين واحد، أخوان وأخوة، والله يديم علينا المحبة والأمن والأمان يا رب العالمين. بالتأكيد إحنا كلنا كمواطني دول الخليج سعيدين جدا بالأيام الوطنية لكل دول الخليج، خليجنا واحد.